سيخلد اسم من عملوا في هذا المعجم إلى أبد الآبدين إلى أن تنتهي الدنيا. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج معجم البابطين لشعراء العربية في عصر الدول والإمارات. شاعر حلقتنا لهذا اليوم هو ابن الساعي، هو تاج الدين أبو طالب علي بن أنجب بن عثمان البغدادي المعروف بابن الساعي. ولد ببغداد في شعبان سنة 93 و500 من الهجرة، وتوفي ببغداد في رمضان سنة 74 و600 من الهجرة. عاش ببغداد وكان من الذين نجوا من القتل يوم دخول التتار بغداد. لبس من السهر وردي خرقة التصوف، ووصله المستنصر بمئة دينار على كتاب الإيناس ومناقب بني العباس، وكان مؤرخا شاعرا فقيها شافعي المذهب، تتلمذ على أبي عبد الله بن أبي المعالي الشافعي وابن الدبيثي علي بن عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ويوسف بن الجوزي وعمر السهروردي ونصر الله بن الأثير، وتخرج على يديه الحافظ أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي وأبو الفضل بن الفوطي. عمل ابن الساعي خازناً لمكتبة المدرسة النظامية، ثم خازناً لمكتبة المدرسة المستنصرية ببغداد، وأفاد من عمله في مؤلفاته. شعره الذي بين أيدينا قليل، ترك ابن الساعي العديد من المصنفات والمؤلفات، منها أخبار الزهاد ومناقب الأولياء والأفراد، وشرح المقامات الحريرية في 5 مجلدات، ونهاية الفوائد الأدبية في شرح المقامات الحريرية في 25 مجلداً وغيرها. النص الأول: وله في الشيب على بحر الرمل، للثمانين بقلبي لوعة بدلتني بعد نفعي بالضرر، تضعف الأعضاء مني كلها عند ذوق وسماع ونظر، وإذا ما رمت سعيا خانني عظم ساق ورباط ووتر، ترعش الأعضاء مني فأنا في صعودي وحدوري في خطر، وإذا استنجدت عزمي قل لي عندما أدعوه كلا لا وزر. النص الثاني: وله في تهنئة على البحر الوافر، لك المدح المنضد والتهاني تنوب عن المثالث والمثاني، إذا الشعراء راموا فيك نظما تسابقت القوافي والمعاني. النص الثالث: وله بمدح محمد العكبري يهنئه بالوزارة على البحر الوافر، زهى بك في إيالتك السرير وفاخر فيك دهرك ذا الدهور، فكان بك الفخار له عليها كما فخرت على الشهب البدور. وهنا نأتي لختام حلقتنا، على أن نلقاكم في الحلقة القادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية.